هل رأيت حيلة الانفجار هذا؟ تبدو خطيرة بعض الشيء، صحيح؟ أوه، لنجربها. حسناً، ولكن انتظري قليلاً. لنستخدم هذا الوعاء. سيكون الانفجار مذهلاً، خاصة مع كل كمية الكولا هذا. واو، أحضرت بعض المنتوس لبدء الانفجار. هيا بنا لنسكب الكولا يا نايومي. أعتقد أننا سنسكبها جميعاً. هذا يشعرك بالعطش، صحيح؟ احرص فقط على عدم ظهور الفقاعات. لم يسبق لي رؤية مقدار كبير من الكولا كهذا. كان هذا آخر شيء. هل أنت متأكد من استعدادنا لهذا؟ ربما حبوب المنتوس أكثر من اللازم؟ لحظة، من الأفضل أن تضع هذا. هيا، قد بدأت الفقاعات بظهور. ما الآن توقفت كل الفقاعات؟ حسناً، كان ذلك هباءً. إنه آمن. كان ذلك فشلاً كبيراً. أو ربما فاتنا شيء. إن كنت تريد القيام بهذا، ستحتاج لضغط زجاجة. أترون ما أعني؟ كنت أشرب منها. هل سبق ورأيت هذه الحيلة؟ يبدو أنها تخلق تياراً كهربائياً. هذا مدهش، لنجربها. رائع، نحتاج الآن إلى تفاحتين طازجتين. سنضع قطعتين نقديتين في تفاحة واحدة، ومن ثم نثبتها بالتفاحة الأخرى. حان وقت الجزء الممتع. أولاً سندخل شوكة الشاحن ونرى ما إن كان سيشحن. أوه يا إلهي، هل أنا؟ ربما نحتاج للمزيد من التفاح. من الجيد أني ذهبت للمتجر البارحة. هل لدينا المزيد من المعدن؟ هل تنفع هذه النقود؟ بالتأكيد نحتاج للمزيد. سأعود حالاً. لن تمانع إن أكلت واحدة. أوه، هذا مبلغ كبير أدخره للتسوق. علينا إخراج كل تلك النقود. لا يقوى قلبي على فعلها. هذا فظيع، افعلها أنت. حسناً، واحد، اثنان، ثلاثة، هيا. هذا ما كنت أتحدث عنه. حصلتي الوردية الجميلة. لقد ادخرت الكثير هنا. وداعا حذائي الجديد. يا إلهي، آمل أن هذا يستحق. هذه المرة سنستخدم كل حبات التفاح. هل هذا كافٍ؟ واللحظة الأخيرة للكشف عن الحقيقة. إنه يشحن يا رفاق. التحدث على الهاتف أثناء تناول الطعام محفوف بالمخاطر، خاصة عندما تحمل بيدك حلواً شهية. إيفا تتصل؟ مرحباً، حسناً أخبريني بما حدث. النصيحة التي تقدمينها رائعة، لكن انظري إلى ما كلفت. خوف، كم أمضيت بالحديث على الهاتف. هذا مؤسف لهذه الحلوى. يا لسوء حظي. إلا إذا أعتقد أني وجدت الحل. إذا أزلنا الماصة سيصبح هذا الغطاء شيئا آخر، كحامل للآيس كريم مثلا. لن يذوب الآيس كريم على أصابعي بعد الآن. تعلمين أنك عليك تناوله في النهاية. أحسنتي.
أوه يا له من سكين وحشي جدا، لا يمكنني المشاهدة. جائعة يا صوفيا؟ أحتاج لبعض التلاهي. لا لا يزال الدم في كل مكان. تبدو هذه القطعة جيدة. انظروا إلى كل هذه الصلصة، كيف ستأكلين هذا؟ هكذا. ماذا؟ مقرف، هل نحن حيوانات؟ مستحيل. مشبك شعري، قد ينجح هذا. تعال إلى مخالبي أيها الجناح الصغير. رائع. ماذا؟ هل يخيفك فمي وملابسي الملطخان بصلصة؟ وحش الدجاج، يا لك من جبانة. ماذا فاتني؟ هل أنتما عالقان في المنزل هذا المساء؟ إذن حان وقت مشاهدة التلفاز لساعات. ماذا؟ ماذا حدث للكهرباء؟ هيا. حسناً، لقد انتهينا من مشاهدة التلفاز. الحياة بدون كهرباء كئيبة. من يريد أن ينام من الملل؟ على الأقل لدينا تسالي لذيذة. حان وقت تناول شيء حلو. أنا ماهر في ذلك، انظري إلي. واو، دعني أحاول. نعم، لنفعل ذلك بتبادل الآن. أوبس، وجدتها، كما وجدت شريط قياس. هناك طريقة لجعل هذا النشاط أكثر حماساً. الأمور على وشك أن تصبح جنونية. تسديدة موفقة. وهكذا أصبحت المتعة مضاعفة. انتبهي من السكين يا بيلا. أوف، هذا لا يطاق. لقد أصلحت الرف. لحظة، هل من الممكن أن أخذ تفاحة؟ يا ترى، هل أبتكر طريقة جديدة؟ واو، أعطيني تلك القشارة لنسرع هذه العملية، اتفقنا؟ انظر إلى التفاحة تتقشر، وفي وقت قصير ستتقشر بالكامل. تبدو جيدة، أليس كذلك؟ هذه الحيلة وفرت علي ساعة من العمل. هل ترغب في تناول شيء حلو؟ الطريقة المثالية لبدء صباحك، شوكولاتة لذيذة بروية. لا تسكب الآن. لا، لماذا يحدث هذا معي دائما؟ آدم، ألا ترى أني مشغول هنا؟ المعذرة، سأراك لاحقا. حسنا، بقيت الآن مع كل هذه الفوضى، سأبدأ المحاولة الثانية بحذر. أوشكت على الوصول. خطأ كبير، إنها غلطتي. هل تحاول قتلي يا آدم؟ كل ما أريده حليب الشوكولاتة. أردت أن ألتقطها من الأرض. أراك لاحقاً. بدأ هذا الصباح بداية سيئة، كيف يمكنني تحسين الوضع؟ ما الذي تحتاجه الآن؟ أردت أن أمد يد المساعدة، ليس لدي ما أخسره في هذه اللحظة. في الواقع أعرف بالضبط ما سأفعله بهذا الشريط اللاصق. يا لها من فكرة رائعة. لا يمكنني استخدامه. حسناً، سأريك الطريقة لمنع البودرة من الانسكاب من الملعقة. جرب هذه الحيلة،
سيقوم الشريط اللاصق بتسوية الكمية في الملعقة. أليست فكرة ذكية للغاية؟ حاول أن تسكب البودرة الآن. ستكون الرحلة سلسة طوال الطريق إلى الكوب. أحسنت يا كيفن. أخيراً.